حضرتك دمك لو بيقتلوا كافر لو بيطعنوا في كافر مش هتش مش مش, مش هتشوف المنظر ده وكل الناس اللي كانت واقفه شايفه الوضع صعب. ايه سبب الخلاف ما بينه وما بين المتهمين او تطور الامر ان هم يضربوه 43 طعنه ولا 42 طعنه؟ كان في مشاكل اليمه والناس دي اتعدت علينا واحنا اتعدينا عليهم وخدنا حقنا ويعني وبالرغم خدتوا حقكم بالقانون بالقانون كمل وبعدين بالقانون ورجعنا قعدنا في قعده عرفيه وكبارات البلد هنا وكبارات البلد في سبيرلين الناس قعدت الناس قعدت وحكمت بفلوس ودفعنا الفلوس تمام واتصالحنا ومفيش اي مشكله ولا في اي حاجه يعني احنا اتصالحنا ومفيش اي حاجه حصل تصالح يعني عقلاء القريه تدخلوا وانتوا كل واحد تراضى واللي ليه حق عند التاني خده وانتهت المشكله ولا تعدى عليا ولا تعدى عليه لكن النيه مبيته وكل حاجه وقال لي ناس كتير بعد التصالح ولحد وقت قريب من شهرين قال لي ناس انا عيني الفلوس ال 70,000 جنيه على ذمه احمد باشا مهما طال الزمن لازم انا اموته واسكنه قبره ده المتهم الرئيسي في القضيه اللي قال الكلام ده كلهم هم متهمين رئيسي لانهم اخوات هم بص حضرتك اتنين اخوات اتنين شقايق والتالت بتاعهم ابن اختهم يعني اتنين اخوات وابن اختهم تمام وبعدين يعني التلاته دم واحد تمام يوم الواقعه بقى انت كنت بتقول فين انت؟ كنت انا في القاهره بكشف في القاهره انا فطرت حضرتك بص انا حضرتك خلصت فطار مباشره قلت لاخويا احمد المتوفي اطلع هات العربيه يا احمد عشان خاطر الحق مشواري والحق اجي على السحور تمام لان كنت رايح المهندسين فرحت حضرتك وانا راجع في السكه جالي الخبر ده. احمد كان بالنسبه لك ايه؟ احمد اخويا وابويا هو ظهرنا انا الكبير انا الكبير انا الكبير انا حامل الناس بس هو ظهرنا جينا دي يقول يا احمد واقعد ازعل اقول يا احمد واحنا من يقول الناس غلابه ومش عارفين يتضربوا احمد حضرتك كلميني عن كان علاقتك باحمد بقى الابن وامه وكان واقف انت شغاله بتبيعي على فرشه في سوق يعني مكافحه عليهم وشقيانه انت ارمله بقالك كام سنه حق من 2015 يعني بقالك والدي متوفي 2015 بقالك 7-8 سنين صح بعد وفاه الوالد وانت شلت المسؤوليه ام واب وشلت مسؤوليه احمد وكامل كلهم كلميني عن المسؤوليه دي وكلميني عن تحديدا احمد اللي انت كنت هتفرحي بيه بعد العيد. ام حضرتك عمرها ما قصرت معانا في حاجه ومن صغرنا واحنا لسه في اللفه بتشقى علينا من الهوا بتشقى علينا من الهوا يعني بقول لك كان يجي جنبه وانا ببيع كل الناس تحسده فقول احمد ارجوك بس بعيد انت لابس لبس حلو وناس بتحسدك هدول ده ابنك ده ابنك اقول لهم انت بتحسدوه حرام عليك بس يا احمد من جنب احمد ده حضرتك من النوع اللي هو نزيف شويه وعيل كويس كده وبرنس في نفسه عمره ما كانش حضرتك كل شويه يلبس لبس ما كانش بيحب يعني يقف على الفرشه كتير ما كانش بيحب يقف على الفرشه مع عمري كان في الليله دي في قاعد معاها ايه اللي حصل بقى احكي لي في الليله الاخيره اللي ما بيني وبين العصر وقف معايا قال لي هتطبخوا ايه؟ قلت له انا سالقه فرخه وهروح اعمل مكرونه اسباجيتي واعمل فقال لي ايه طب روحي وانا هقفل فجيت وضبت ولقيت كرام بيصدق قلت له ايه سبحان الله روح يا احمد طب روح يا احمد وانا هلم واجي لك كان معلقتين ولقيته جاي لي جري قال لي ايه انا جاي الم معاك فانا بلم لقى الحاجه اللي معايا قال لي ايه واحد جاي يشتري او اتنين فقال لي ايه طب انا اقعد معاكي اقعد معاكي ان احنا ايه نوزع حاجه بدل ايه ما تبان قلت له بقى انت يا احمد مش مستدله تقول كده قال لي بس انا فرحان بقى ان انا ايه خلاص هتقعدي عشان خاطر انا هتجوز في العيد وايه وانت كنت شاري له هدوم صغيره عشان ما يخلي